أهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا في هذا النقل المباشر. أكيد الآن برنامج المونديال من هنا من المملكة العربية السعودية مرة أخرى. نشكر سعادة سفير المملكة العربية السعودية في تونس ووزارتي الخارجية والإعلام على تأمين هذا البث المباشر لمتابعة آخر استعدادات تونس نسور قرطاج لكأس العالم قطر 2022. وطبعا الأجواء متميزة بين اللاعبين داخل المجموعة في انتظار التحاق بقية عناصر الفريق. نرجع مع معلول. أكيد معلول واحد من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية، ووجوده في المنتخب التونسي كما فرجاني ويوسف وعديل اللاعبين والخزي المؤثرين اللي عندهم خبرة والبلبوي أيضا باش يكون وجود هام. أنا أقول نجاح أي منتخب أو أي فريق يمر عبر التكامل، الأمبيونس الموجودة في الجروب وخاصة في حجرات الملابس. إشارات أعطاها فرجاني على أن المجموعة الناس كل متقابلة بعضها، على أن الشارع هو المهم يكون في المستوى والناس كل تدز معاه، خاصة زملاء اللاعبين قبل الجمهور. كان تحكينا على الأجواء، اللاعبين في علاقتهم ببعضهم، هل أن اللاعبين اليوم يتأثروا بما يقال، بما ينشر، بما يكتب، بما يذاع في وسائل الإعلام؟ لأنه اللاعب في نهاية الأمر إنسان يتفاعل مع اللي يسمع فيه. كيفاش يتعاملوا اللاعبين بتاعنا اليوم عليه مع ما يدور، وش هي استعداداتهم النفسية؟ لأنه أيضا النفسية والذهنية عوامل هامة برشا قبل كأس العالم. هو شوف، أي مجموعة باش تنجح لازم كيما قلت أنت لازم نبدا فما ثوابت وفما ملاعبية اللي كلمتهم تنجم تكون مسموعة شوي. احنا المجموعة اللي موجودة توا فيها برشا ناس اللي عندهم الخبرة واكتسبت الخبرة بالمسابقات اللي عملناهم. ومش نربط مع كلام فرجاني انه في البطولة العربية فما كانت اصابات موجوده، فما كارتون روج كانت موجوده في المقابلات خلتنا نشوفوا ملاعبيه اخرين برزوا وعملوا مسابقه كبيره. دونك اللي مش نمشيو نحن 26 ملاعبي اللي باش يمشي غادي ما احناش شكون مش يلعب وشكون مش يلعب، كنا نلعبوا على حاجه واحده هي نشوفوا ان شاء الله تونس موجوده في الدور الثاني، هذه اهم حاجه بالنسبه لي نحن. بالنسبه للاعلام والحاجات هذه انا متاكد انه الملاعبيه تو ما فما حتى واحد مركز مع الحاجات اللي قاعده تتقال ولا اللي قاعدين يشوفوا فيهم، خاطر نحن كملاعبيه ملي وتعودتوا يعني تعودنا القائمه كل قائمه فيها اثار ردود افعال في اي منتخب في اي منتخب ولا في اي فريق لازم باش تلقى كي تتحط قائمه نتاع مقابله ولا نتاع مسابقه لازم باش تلقى فيها الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه، لكن احنا كملاعبيه عندنا من الخبره وعندنا من كيما نقولوا احنا تلقحنا من الحاجات هذه، دونك الناس كل نعرفوا انه باش يتقال علينا كلام وباش يتقال، لكن احنا كملاعبيه مسكرين على رواحنا نعرفوا اللي عندنا اوبجيكتيف واحد توا ان شاء الله انه نوصلوا ان شاء الله للدوحه الناس الكل بيتم الاستعداد وان شاء الله ربي يبعد علينا الاصابات وهذه اهم حاجه باش نكونوا ان شاء الله ال 26 الموجودين على تم الاستعداد ان شاء الله باش نرفعوا درابو تونس ونمشيو للهدف نتاعنا اللي رسمناه مع بعضنا عندنا شهور كما قال فرجاني انه عندنا اوبجيكتيف في المشاركه السادسه هذه ان شاء الله باش نمشيو للدوزيام تور باذن الله. هذا ما نتمناه وهذا ما يتمناه الجمهور الرياضي التونسي كما قلت، لكن قبل ما نمشيو للدور الثاني ونخمو في الدور الثاني زي ما نشوفوا المنافسين بتاعنا او قراءه في طبعا علاقه بمنافسي المنتخب الوطني التونسي. نتحدث عن الدنمارك واستراليا والمنتخب الفرنسي قبل المواجهات الحاسمه. قبل 11 يوم من مونديال قطر اختار عديد المدربين الاعلان عن القائمه النهائيه لمنتخباتهم، ومن بينهم المنتخبات اللي باش تواجه المنتخب التونسي في المجموعه الرابعه. مدرب منتخب الديوك ديدي ديشون اعلن عن قائمه تضم 25 لاعب، 3 حراس، 9 مدافعين، 6 وسط ميدان و7 مهاجمين. قائمة الصاحب آخر نسخة من كأس العالم لم تخلو من عديد المفاجآت، أهمها عودة القيدوم ستيف موندوندا الحارس السابق لأولمبيك مارسيليا والحالي لفريق رن. من جانب آخر استدعاء فاران لاعب مانشستر يونايتد ومدافع بي اس جي بيرسنيل كيمبمبي يرفع الغموض على الوضعية الصحية للملاعبية الزوز اللي كانت مشاركتهم في مونديال قطر بين الشك واليقين.
ديدي ديشون حامل كأس العالم كلاعب وكمدرب، عزز كتيبته بأهم الأسلحة الهجومية في الوقت الحالي. وهون الحديث على صاحب الكرة الذهبية كريم بنزيما قائد ريال مدريد ولاعب بي اس جي كيليان مبابي. ديدي ديشون جدد الثقة في 11 لاعب كانوا متواجدين في نسخة روسيا 2018 في مقدمتهم قائد الفريق أوغو لوريس. منتخب الدنمارك اللي باش نواجهوه في الجولة الأولى من منافسة كأس العالم قطر 2022 أعلن عن قائمة منقوصة ضم 21 لاعب فقط، من بينهم زوز حراس، 8 مدافعين، 4 وسط ميدان و7 مهاجمين. وفي أول تعليق على القائمة قال المدرب الدنماركي هولماند أنه مازال 5 مقاعد يتنافسوا عليها 12 لاعب، وانه الاثنين القادم باش يعلن عن القائمه النهائيه اللي باش تمثل بلاده في مونديال قطر. قائمه اوليه ابرز الملاحظات فيها استدعاء زوز حراس فقط، ويبقى حضور لاعب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن افضل مفاجاه لكل من شاهد الاصابه الخطيره اللي تعرض لها اللاعب في منافسات كاس امم اوروبا ضد منتخب فنلندا. منتخب أستراليا منافسنا في الجولة الثانية أعلن عن قائمة ضم 26 لاعب تفتقر للنجوم كما تعودنا في السابق على غرار تيم كاهيل، هاري كيويل ومارك فيدوكا. قائمة المدرب جراهام أرنولد سجل وجود المهاجم مارتين بويل اللي يتميز بالسرعة الفائقة والدقة في التمريرات، وهو قوة نقطة منتخب بلاده في الوقت الحالي خاصة في الهجمات المعاكسة. أوريل مابيل لاعب قادش يبلغ من العمر 26 سنة، جناح مهاري يتميز بالفنيات العالية والمراوغات. من جانب آخر قائمة المنتخب الأسترالي عرفت غياب المدافع تيرانت سالينزيري اللي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمم آسيا سنة 2015. قائد كتيبة النسور في مونديال الدوحة جلال القادري خير أنه يعلن عن القائمة يوم الأثنين القادم بعد نهاية تربص الدمام. في انتظار الإعلان النهائي عن القائمة تبقى التطلعات في الشارع الرياضي التونسي في مشاهدة نسخة تشرف الراية الوطنية تضاهي نسخة 78 اللي بقات إلى يوم الناس هذا أفضل مشاركاتنا في المونديال. أهلا وسهلا من جديد بمشاهدينا، أكيد نعود في هذا البث المباشر من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من الدمام، بين يجري المنتخب الوطني التونسي استعداداته الأخيرة قبل التحول للدوحة العاصمة القطرية للمشاركة لسادس مرة في تاريخ الكرة التونسية في كأس العالم. مختلي تسمع المنتخبات هذه يعني فرجاني، احنا نقولوا عندنا منتخبات صعيبة طايحين معها وما نبالغوش، يعني منتخبات كبيرة ومنتخبات صعيبة، الدنمارك، فرنسا، أستراليا، يعني أكيد صعيبة، أكيد عندها لاعبين كبار، لكن احنا إذا حاضرين كما يلزم نجم ونلعب وند للند في مثل هكذا مواعيد، خاصة أنه التاريخ يشهد أنه على مستوى المنافسة نتاع المنتخبات الكبيرة، اللاعب التونسي يعني يكون ما عنده في مثل هكذا مواجهات. صحيح باش نتقابلوا أمام منتخبات كبيرة. كوب دي موند اللي فات كيف كيف كانوا منتخبات كبيرة، ورغم هذا خسرنا مع انجلترا مع في آخر دقيقة، هذيك بدت برشا حاجات. المرة دي مع المنتخب الدنمارك، منتخب الدنمارك شوفوا من أقوى المنتخبات الموجودة، منتخب فرنسا وأستراليا كيف كيف تفرجتوا فيهم ماتش فرنسا والدنمارك، فرجنا فيهم الدنمارك ربحت فيهم كنا في ستاج، فرجنا فيهم مع بعض، فرجنا عملنا فيزيوناج ميم تو. دونك كما نحن كل ماتش وماتشو باش ناخذوا، الماتش الأول هو المفتاح مع منتخب دنمارك، منتخب كبير يفرق على المنتخبات كما نقولوا فرنسا ولا البرازيل، ما عندهمش برشا الانديفيديوال، اكثر منتخب كوليكتيف. اكثر كوليكتيف يلعب مع بعضه اجريسيف، حافظين بعضهم كما ستيل الالمان نقولوا نحن. نحن نفس الشيء، الحاجه اللي عملت البيس وخلتنا متواجدين نحن تو في كاس العالم ان شاء الله، اللي هي ما عندناش دي طالون كبار ولا عندنا ملاعبين كبار يعني في فرق كبيره، لكن عندنا اللحمه، عندنا سوليداريتي، عندنا القلايب، نلعبوا على امكانياتنا، نلعبوا اكثر على البلوك ديفونسيف، على ترانزيسيون. دونك هذا الكل محضرين نحن، ان شاء الله اول مباراه اللي باش تكون مفتاح، ان شاء الله نحضروا كما يلزم، وان شاء الله بنخرجوا بنتيجه ايجابيه، تخلينا نحضروا المباريات الجايين باكثر يعني اكثر اريحيه بعكس الكاس العالم اللي فات. منتخب الدنمارك عليه منتخب كبير وكي تبعتوه اكيد، التحضير ليه لبقيه المنتخبات يتم عبر فيزيوناج تشوفون مع بعضكم مع ستاف تكنيك، والا
انتم كلاعبين ايضا شوفوا الادفرسير نتاعكم، نقاط قوته ونقاط ضعفه، كيفاش يلعب في الهجوم، كيفاش يلعب في الدفاع، كيفاش يتصرف وقت اللي عنده كوره وقت اللي ما عندوش كوره. يعني اللاعب في نهايه الامر هل انه يتبع المنتخبات المنافسه ليه ولا ينتظر الصف نتاعه باش يعمل في رينوف التكنيك باش يشوف لي زادفرسير هذوما؟ لا خليني اعطيك انا ممكن باللي صارت القرعه واحنا وستاف تكنيك معناتها في الجروب، عندنا جروب في الواتساب تبعث لنا البلوك ديفونسيف لوفونسيف، تبعث لنا كل كبيره وصغيره انديفيديوال حتى كل ملاعبي، اون بليس الملاعبيه موجودين نتفرجوا عليهم في ليزيكيب نتاعهم اللي قاعدين يلعبوا في لو نيفو كيما اريكسون كيما الناس الكل نعرفوا لي كاليتي. ما فماش توا القرعه ما فماش منتخب موجود في كاس العالم خاطره ضعيف، منتخبات كل محترمه، منتخبات كل كبيره كيف كيف، كيما نحن نحكيو على الدنمارك ونحكيو على فرنسا كيف كيف، هما زاد عندهم متخوف من المنتخب التونسي. نجم المنتخب التونسي الكوب دي موند اللي فات تعدى بجانب الحدث، لكن توا المنتخب فما لاعبيه اخرين تزادت، فما بوتونسيال اخر تزاد. الحاجه اللي قاعده تفرق معنا نحن توا عندنا سنين مع بعضنا، يعني الناس الكل نعرفوا بعضنا بالباهي بالباهي، نعرفوا كل كبيره وكل صغيره، وشفنا حتى في التورنوا الاخرانيه اللي عملناها في اليابان كي كنا حاضرين وكنا عندنا اوبجيكتيف نحبوا نعملوه باش نروحوا بالتورنوا، لعبنا كونتر اليابان اللي هي بارمي لي زيكيب الكبار، ربحنا الشيلي اللي كانت تهز في الكوبا امريكا. معناتها وقت نبدا حاجتنا باش نعملوا حاجه باهيه نجموا نعملوا حاجه باهيه، لازم تبدا عندنا ثقه في رواحنا، تبدا الناس والجمهور اللي مش يجينا في قطر. وشفنا النسخه نتاع الكوب داراب الحاجه اللي زادتنا البلوس هي الاجواء اللي كانت موجوده، نعملوا برشا على جمهورنا اللي لازم يكون عنده ثقه في الملاعبيه اللي موجودين تو، لازم يدزوا بالملاعب مهما كانوا 26 لاعب اللي مش يكونوا موجودين، لازم يدزوا ورا المنتخب خاطر ما يهمنا في الاخر كان درابو تونس ونشوفوا المنتخب التونسي موجود في تظاهره كبيره ويتعادل الدور الثاني باش نكملوا نعطيو صوره باهيه للمنتخب. هذا ما نتمناه. فرجاني نحكيو على الحضور البدني للاعبين، فما لاعبيه تلعب في نسق كبير، فما لاعبيه تلعب في نسق متوسط، طول بدات تمخر شويه. انتم في الدوحه كانت عندكم دوره دوليه ليمات هذه وانت وصلت اليوم يوسف غدوه ولا بعد غدوه يكمل، يعني الجاهزيه البدنيه هامه جدا، يعني كيفاش تشوفوا رواحكم اليوم قبل المونديال بايام قليله؟ انا بالنسبه لي انا يعني حاضر، يمكن عندنا دور فيك سد مشكلاسيون زي ديما نخدم انا يوسف غادي احنا وغزمونا يسمى بعضنا غادي، دونك كل واحد يخدم في جمعيته. ثم دي ماتش زاد لي ماتش لعبناهم المده دي الاخرى ماهمش تيليفيزي، ثم دي تورنوا تعمل ماهمش تيليفيزي مالوغوزمون، مي نحن ستاف نتاعنا هذه دورة الحكام دورة الحكام قبل دورة تريدو، احنا ديجا ستاف نتاعنا اون كونتاكت مع ستاف بالكيميسيونال مع التحيين، يعني قاعدين يوصلوا لهم لي لونترينمون نتاعي لي ماتش نتاعي لي رابور الكل قاعدين السلسلة الكل قاعدين يوصلوا لهم. اون بليس انا يوسف نزيدوا خدمة من عندنا برا في السالة مع اونتونور قاعدين نخدموا. بالنسبة لي نحن بالنسبة للإيكيب كامل نصور تقريبا الإفكتيف يعني نقولوا 90% ولا أكثر حاضرين، وأكيد ستاف تكنيك معناها متابع الجوالات الكل ويعرف 26 جوال باش يكونوا متواجدين، أكيد باش يكونوا حاضرين 100% ما ثم حتى واحد باش يكون ماهوش حاضر. دونك بعد عليك كان باش المدرب يختار التشكيلة باش يكون حاضر ويشوف هو كيفاش يحضر الجوالات، أما نحن جوالات حاضرين ذهنيا وبدنيا. وأنا قلت لك الحاجه الباهيه واللي انا عندي تفاؤل كبير انه عندنا برج جوالات لاعبين كوب دي موند اللي فات، ثم اكثر يعني نضج ثم اكثر نضج اكسبيريونس، يعني الناس عارفه كيفاش تحضر ماتش، ونحن كاللاعبين الكادر الموجودين عندهم دور مهم سيرتو لبرا من التيران باش يحكيو مع اصحابهم باش يخليو اصحابهم اللي باش يلعبوا كوستو نلعبوا ولا ما نلعبوش، معناها نحضروا اصحابنا ونحضروا الناس الكل فيو اللي عندنا اكسبيريونس، دونك نجموا نعاونوهم الناس اللي ما كانتش حاضره. وبيان سور عندنا برشا جوالات اللي يلعبوا في نيفو كبير كيما العيدوني كيما بن سليمان السخيري يلعب في نيفو كبير، دونك كيف كيف هما عندهم احتكوا بنجوم كبار وعندهم الاكسبيريونس وينجموا كيف كيف يعاونوا الجروب. دونك نتصور ان شاء الله انا متفائل برشا، وان شاء الله اكيد الشعب التونسي الكل متفائل، واكيد المحللين الكل والناس الكل متفائلين. وكيما قال علي ثم كلمات ثم سلامات، نحن والله مركزين الجوالات الكل ونحن نحكيو مع بعضنا كيما قلت لك، عندنا جروب نحكيه الناس الكل سكر ودنيا الناس الكل تركز، عندنا اوبجيكتيف لازم نعملوه، ما في الاخر بالكل نهار باش تبان بالكوره نهار باش يجي الماتش الناس الكل باش تيقف ودرابو واحد الناس الكل باش تدز مع تونس، وان شاء الله كي باش نعمل نتائج ايجابيه ونظهروا ب برستاسيون باهيه الناس الكل باش تفرح الناس الكل يعني باش تدز معنا. كيما في اكزومبل صغير ديما الدوله العربيه البطوله العربيه كي لعبنا من الاول ما كانش الوجه
مش حلو التونسي اصلا بعد خساره سوريا ولا خساره سوريا من بعد كي رجعنا وربحنا ورينا كذا قليل تاثيرنا التونسي في الماتش الناس الكل فرحناه والناس الكل دازت معنا لين وصلنا الفينال وكنا نستحقوا باش ناخذوها مالوغوزمون دونك ان شاء الله انا ميساج للشعب التونسي تفائلوا خير واعطيونا الثقه والدزين نتاعكم وان شاء الله باذن الله نحن ماشيين باش نشرفوا بلادنا وباش نعطيوها 100% وباش يكون جونا به وان شاء الله في الاخر نفرحوا فرحه يعطيك الصحه. علي حبيت نسالك انا كنت ندردش مع جماعه اخوه من المملكه العربيه السعوديه عيسى الجوكم واحد من ابرز الاعلاميين الرياضيين في السعوديه وايضا مدرب سابق المنتخب السعودي يوسف الغدير فاجئوني بتصريحاتهم قلت ربما مجامله أو هي حقيقة واحنا نجهلها ونتجاهلها. يقول نرشح المنتخبين التونسي والمغربي باش يمشيوا لبعيد وربما هما اللي يترشحوا للدور الثاني، وكانوا رجعنا شوية أحلام ورجعنا شوية ثقة في المنتخب التونسي لأنه الأجواء العامة وتذبذب حتى مباراة البرازيل وغيرها خلينا نخافوا شوية نشدوا فرناتنا ما نحلموش بالدور الثاني يقولوا نعملوا بريستاسيون باهية نعملوا مشاركة باهية، لكن اللي يشوف أنا نقاد ومتابعين من برا يحكيوا ويرشحوا منتخب تونسي باش يمروا الدور الثاني رغم صعوبة المهمة نقول تفائلوا خيرا. أكيد أكيد شوف كما قلت لك مقابلة البرازيل ماهيش مش تكون هي المقياس الأخراني للتحضيرات نتاعك أو للبداية نتاعك في كوب ديمون. البرازيل ماهيش الدنمارك وماهيش فرنسا. البرازيل نجم نقول هما اللي خلقوا الكرة. حبينا نعملوا بريستاسيون باهية حبينا نمشيو نشوفوا لو نيفو كيفاش لكن نلعبوا مع البرازيل لكن احنا لازمنا نخليونا ديما في المنطقه الايجابيه. التورنوا اللي عملناها الاخرانيه في اليابان عملنا ساتيسفاكسيون كامله على جميع الاصعدة بدنيه نتائج روح كل شيء عملناه. معناتها المنتخب التونسي اذا كان الناس الكل تبدا عاطيه ثقه في المنتخب هذا والناس الكل وراها قدرة ربي المنتخب هذا نجم يظهر حاجه كبيره برشا. والاعلام السعودي او الناس كل متفائل خير في المنتخب التونسي خاطر يعرفوا الكاليتي نتاع الملعبيه. صحيح كما قال فرجاني ما احناش دي تالون كبار لكن كمجموعه احنا من اعز الفرق او المنتخبات اللي موجوده. روحنا هي اللي قاعده تصنع في الفرق. الناس الكل قبل الكاليفيكاسيون ما حطتناش باش نتاهلوا لكاس العالم مع منتخب مالي اللي يضم نجوم كبير لكن احنا وصلنا باش ترشحنا. هذا كل لازم نحطوه في ما في 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 بلاصته ونعرفوا المنتخب التونسي عنده امكانيات محترمه ينجم يقارع بها المنتخبات الكبيره. منتخب اذا ان شاء الله باذن الله منتخب المقابله نتاع الدنمارك هي اللي باش تكون الانطلاقه الباهيه نتاعنا قدره ربي نعملوا نتيجه باهيه اللي تخلينا على الاقل المنتخب الفرنسي ما جاناش في المقابله الثانيه كما صار لنا في كوب دي موند 2018 فما منتخب استراليا وبعد نلعبوا المنتخب الفرنسي ان شاء الله عندنا فرصه ان شاء الله اذا نبداو مقابله الدنمارك كما يلزم باذن الله نجم نتعداو الدور الثاني ان شاء الله. علي حبيت نسالك انا حتى الجماهير المصريه التابعه فيك انت والتابعه طبعا في فرجاني اكيد عنده جمهور زاد وشعبيه كبيره لما مر بالزمالك سيف الجزيري سيف الدين زاد الجزيري يعني الاعلام ايضا مصر يتحدث عن المنتخب التونسي كيفاش يتفاعل مع المنتخب كيفاش شو يحكيوا على تونس شو ينتظروا من تونس في المونديال لاعبيك في الاهلي اصحابك زملائك وايضا الاعلام الرياضي في مصر. نفس اللي قلته لك الناس الكل تعرف اللي احنا ما عندناش مثلا ما عندناش صلاح ولا ما عندناش رياض محرز ولا الناس هذوما لكن عندنا مجموعه باهيه يعرفوا ان المنتخب التونسي قوته في المجموعه نتاعو في اللحمه في الروح اللي يلعب بها في الجرينتا اللي ظهر فيها في المقابلات هذا اللي خلينا ديما عندنا اسبقيه على المنتخبات اللي تنجم تضم النجوم كبار كما محمد صلاح لكن احنا كمجموعه قادرين يعني الاعلام في مصر ولا الملاعبين اللي نلعب معاهم يعرفوا اللي المنتخب التونسي قوته في المجموعه في اللحمه اللي موجوده في العزيمه اللي موجوده حتى بعد المقابله نتاع كوب دراب كنا تكلمنا مع بعضنا بعد المقابله كانوا متفاجئين حتى بالعناصر الجديده اللي كانت موجوده اول مره لكن عرفوا المنتخب التونسي قوته في المجموعه نتاعه. اكيد اعلام المصري اعلام الجزائري اعلام المغربي يعني اهتمام كبير من وسائل الاعلام العربيه بالمنتخب التونسي وصراحه بالمنتخبات العربيه متاهله لكاس العالم ان شاء الله يمروا كله يا ربي لكن اكيد المهمه لن تكون سهله. شكون المنتخب اللي يخوفك فرجاني في المجموعه بتاعنا بصراحه؟ بتاعنا؟ اي والله مخوفني منتخب دنمارك سيرتو هو الماتش الاول معناها تحب وتكره دنمارك فرنسا ونحن واستراليا كيما نحن نخمم مثلا نقولوا نعملوا ماتش ماتش بوزيتيف مع الدنمارك مفتاح البطوله يقول ماتش الاولاني الماتش الاولاني
مع استراليا نقولوا نجموا نربحوها، عندنا بوسيبيليتي باش نربحوها. مع فرنسا تعرف ثم حد شيء صعيب، اما نحكيو على الورق. لكن كيف استراليا تخمم نفس تفكر نفس التفكير، فرنسا عندها تفكير اخر، الدنمارك تفكير. لكن نتصور المفتاح هو الماتش الاول، مش كيستيون خايف من المنتخب هذا ولا هذا، كلهم عندهم حتى كلهم عندهم اهميه، كلهم مباريات كبار. لكن المفتاح المباراه الاولى، تربح المباراه الاولى وتعمل مباراه تعادل لنيه تمشي مباراه ثانيه اكثر معنويات. لكن لا قدر الله يصير اي شيء في المباراه الاولى المعطيات تتغير. يعني بالنسبه لي انا تفكيرنا الكبير والاول في البدايه القويه هي في المباراه الاولى، ان شاء الله باذن الله كنوا جاهزين باش نعملوا مباراه كبيره. اذا تعدت المباراه الاولانيه بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله المباراه الجايه تكون اكثر، ناخذوا نحن اكثر ثقه ونشوفوا نبداو نحلموا ان شاء الله. اما على فكره جيت حبيت نقول لك كان يعني في قطر هنا ديجا عندي مده من بديت ندخل في الكوب دي موند، انا ويوسف معني عايشين غادي نشوفوا معنا ديجا قطر كلها معبيه بالجماهير التوانسه ولا غيرهم. صحيح. اما ديجا نحن بدينا عايشين الكوب دي موند، عاشوا المونديال معني اي بلاصه تمشي لها تبارك الله برشا توانسه غادي على الكوب دي موند، على الكوب دي موند ديما شر التوانسه فرنسا يعود فرنسا ماتش فرنسا كلهم راهو عندنا الدنمارك واستراليا يقول لي فرنسا. دونك ان شاء الله ان شاء الله العباد هذوكم فريمون سيرتو العباد اللي عايشه لبرا من تونس يعني عندهم الجمهور التونسي الجمهور التونسي اكسبسيونيل. شفتوا انا في فرنسا في ماتش البرازيل وشفتوا في الدوحه يعني برشا انتماء وبرشا محبه لتونس وبرشا تلقائيه، ربما لانهم بعاد الغربه الغربه والمنتخب هو يلمهم ويزيد قربهم لتونس. وقت العزف نتاع النشيد التونسي احساسكم وقت اللي يعزف النشيد ما نعرفش الاجواء اللي عملوها المنتخب التونسي مش كيما الجماهير الاخرى، يعني يعملوا امبيونس كبيره في التيران. تحس ان انت ملعبنا كنت البرازيل حاسين نلعبوا في تونس مش نلعبوا في البرازيل، انت مش في فرنسا. انا تعقيب على كلام فرجاني انه المقابله اللي باش تكون اصعب بالنسبه لنا احنا كتركيز هي منتخب الاسترالي، خاطر منتخب الدنمارك انت باش تمشي 100% كلكو سوا معناتها تعمل ريزلتا باهي ريزلتا خايبه التركيز نتاعك باش يكون عالي. لكن المنتخب الاسترالي اللي يقولوا احنا الناس تقول منتخب الاسترالي في الجيب، ما فماش منتخب في الجيب. المنتخب الاسترالي باش كيف كيما انت تخمم هكاك هو يخمم هكاك، لازمك انت تحضر مقابلات نتاعك الثلاثه بنفس التفكير ونفس التحضيرات، ما فماش مرسال في كوب ديمون. ممكن المنتخب الاسترالي باش يكون اصعب من منتخب الدنمارك، ممكن هما منتخب الدنمارك يهبط من السلسله المقابله شويه عكس المنتخب الاسترالي. لازم تحضر المقابلات نتاعك الكل كما يلزم، صحيح لازم تبدا بدايه باهيه لكن الكونتينيتي هي اللي لازم تعمل الفرق. ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم. ثم حاجه اخرى نحب نزيدها على ماتش فرنسا، برشا عباد ما يتقلقوا من الريزولتا، فهمت؟ اما نحن بعثوا لنا الفيديو بعد الماتش ستاف، ثم برشا حاجات بوزيتيف خرجنا منها، يمكن المحللين نجموا يشوفوها، ثم عباد اخرين ما تشوفهاش. المهم شوفوا كان الريزولتا. نتعلموا من اخطائنا. بيان سور نتعلموا من اخطائنا، احنا كل ماتش يصير فيه نشوفوا اكثر الاخطاء اكثر من الايجابيات باش نتعلموا. دونك هذاك بالنسبه لنا نقولوا ربا ضرة نافعة. احنا كان تفكر كوب دي موند قبل كوب دي موند 2018 اللي ريزولتا اللي عملناهم خسرنا مع اسبانيا اخر لحظه، تعادلنا مع تركيا، تعادلنا مع البرتغال، ربحنا كوستاريكا، عملنا معنا ربحنا ايران، عملنا دي ريزولتا معنا الناس الكل قال تونس كانت كبيره برشا. الناس الكل بدات تحلم الكل من بعد عملنا معنا بون تسمى ربحنا ماتش كمان، لكن كنا الناس نتصور اكثر من هكاك في مي المرة هذيا عملنا ماتش خسرنا مع البرازيل كيما نقول ربا ضرة نافعة. عندنا ماتش مع ايران ان شاء الله ماتش اميكال باش نحضروا كيما يلزم ان شاء الله نعملوا فيكتوار مع برستاسيون باهية دخلنا في الاجواء الكوب دي موند، وان شاء الله باذن الله نمشيو اول مباراة الدنمارك كنا حاضرين بين المية ان شاء الله باش نفرحوا شعبنا ونفرحوا رواحنا بيان سور. هذا اكيد. نحب نختم معاكم لكن سؤال جوهري وخلينا نقول من الواقع المعيش في تونس، هل انه اللاعب اليوم يخمم كما يخمم الجمهور؟ انا وقت نشوف فيها قرعه فرنسا استراليا الدنمارك نخاف نقول صعيب علينا وما نجمش انا نحلم ان تونس تمر دور ثاني. بنفس التفكير يتعامل اللاعب ولا مختلف على الجمهور على اعتبار انه اللاعب هو المعني بالامر اساسا، هو اللي باش يصنع الفرحه واللي يصنع الحدث، هو ادوات العمل نتاع في الحكايه هذه، في حين الجمهور هو متفرج ما عندوش قوه، لكن اللاعب في قوته في وجوده في حضوره الذهني البدني النفساني في تعامله مع المنافس، يخمم بنفس التفكير بنفس التخوفات بنفس الاحتياطات نتاع الجمهور ولا مختلف تخمامه؟ لا مختلف ماهيش كيف الجمهور. في الاخر بالكل راهو كوب دي موند، دونك باش يكونوا فيه لي ميور معناها
الميور ايكيب في العالم. انا يعني مش العب مع ايكيب. احنا يمكن شوف الزهر الكوب دي موند اللي فات جينا دو ايكيب معناها وصلوا للمربع الذهبي وجدنا منتخب المره يترشح. لكن المره ذي معناها بريسك ديما المنتخبات الكل باش تكون موجوده في كاس العالم كلها عندها قيمه فهمت. دونك بالنسبه لنا ما نغزوش كيما الجمهور نغزر القرعه عادي. انا شفت القرعه الصراحه قرعه محترمه بارابور تشوف القرعه تشوف البرازيل تشوف محترمه فهمت اسبانيا. شوف في الاخر بالكل احنا هابطين كل سؤال للمنتخبات باش نواجهوها. كيما قلت لك عندنا جروب عندنا لحمه واحده عندنا مدرب تعليمات يعطيهالنا لي جوار معناها اللي عندهم الخبره يحاولوا يزيدوا من عندهم لي جوار الصغار اللي موتيفي باش يلعبوا لاول مره يشاركوا كوب دي موند باش يعطيوا كل ما عندهم ان شاء الله مع الخبره مع الطموح مع برشا قلايب ان شاء الله باذن الله اكيد مع تعليمات المدرب هذيك اهم حاجه ان شاء الله باذن الله نوصلوا ان شاء الله نعملوا حاجه باهيه في كوب دي موند. علي خلي لك كلمه الختام الكاميرا قدامك واكيد رسالتك للجمهور التونسي. لا هو شوف ما فماش كلام يتقال في مظاهرة كيما إذا كان ما نكونوش الناس الكل 13 مليون تونسي كنا يد واحدة وراء بلادنا ما نجموش نتلموا في حاجات أخرين. دونك أنا متأكد 1000% أنه الأجواء اللي باش تكون موجودة في الثلاثة مقابلات الأولانيين نتاع الكوب دي موند باش تظهر بصورة باهية. المنتخب التونسي باش جمهوره باش يعطي صورة إكسيبسيونيل على في المدارج. ما علينا كان احنا ان شاء الله نكونوا على قد مسؤوليتهم وعلى قد الثقه نتاعهم بهم هما احنا نجموا نمشيو بعيد بالثقه نتاعهم هما بالكلمه الباهيه. مهما واحد ما فماش ملاعب يحب يغلط ولا ما فماش ملاعب ما يحبش يعطي 100% لبلاده. دونك الكلمه الباهيه ندزوا بعضنا بقدره ربي في الاخر لازمنا نوصلوا للاهداف نتاعنا كاحنا كملاعبيه كستاف كمنتخب تونسي ولا كجماهير. وهذا الشيء ما ينجم يتحقق كما نكون الناس كل يد واحده عندنا هدف واحد. الكلمه الباهيه هي اللي تطلع والكلمه الخايبه اللي تهبط. مهما كان الملاعبي ما ولا انسان يحس والجمهور كيف كيف. دونك لازمنا الناس كل نمشيو على طريق واحد ثنيه واحده اللي باش توصلنا ان شاء الله الاوبجيكتيف نتاعنا اللي تكون اول مره ان شاء الله المنتخب التونسي متواجد في الدوره الثانيه للكوب دي موند ان شاء الله. يا رب فرجاني خليك كلمه الختام والرساله نتاعك للجمهور التونسي. ما تبارك الله عليه قال كل شيء ما خلى شيء علي تبارك الله خلى حاجه علي انا شويه دونك كلمه للجماهير اكيد الجماهير هم منهم معناها عائلتي وبابا وامي الناس الكل تستنى معناها كل واحد فينا يستنى في ولده باش يلعب والجماهير الكل معناها حاسبين كولادهم اكيد. دونك ان شاء الله الجماهير اللي متواجده في قطر ولا ما نجمتش تمشي ولا في اي بلاد اخرى ان شاء الله نحن باش نكونوا رجال شنو نقدم المسؤوليه وباش نحطوا قلبنا ودمنا في التيران وان شاء الله باذن الله نحاولوا نفرحوكم نرفعوا لكم راسكم ان شاء الله. يعطيك الصحه فرجاني الساسي ايضا علي معلول محلاكم برشا كلام يفرح برشا كلام يرفع المعنويات ثقتنا كبيره فيكم من خلالكم انتم في زملائكم الكل باش تعديوا لنا مونديال يليق بتونس يليق بالشعب التونسي ان شاء الله نترشحوا لدور ثاني حلم صعيب لكن مش مستحيل. اذا تعلقت معناها همه المرء كما نقول بالعمل بالخدمه بالاجتهاد بالانضباط ربي يوفقكم وبالتوفيق للمنتخب التونسي واكيد الجمهور الكل في شوق للمباريات وللتالق والابداعات مع عصام الشوالي زميلنا نحييه ومع رؤوف خليف ايضا ان شاء الله فرحه كبيره ربي في تونس وان شاء الله يكون مونديال استثنائي بكل المقاييس ينسي التوانسه وهمومهم ومشاغلهم ومشاكلهم. يعطيكم الصحة نخليكم هنا نمشي نستقبل طبعا بقية الضيوف نعود مع مجموعة من الضيوف عيسى الجوكم المتألق على الدوام في القنوات وفي الصحافة المكتوبة أيضا يوسف الغدير كابتن المنتخب السعودي وزميلنا نبيل اللي كان معنا في بداية الحلقة وانضم إلى الفرقة باعتبار أنه لمة إعلامية بامتياز وأكيد لمواصلة الحديث عن المنتخب عن المنتخبات العربية عن المنتخب السعودي والمغربي والقطري وأيضا التونسي. لكن إذا تقرير حاضر نمر إلى التقرير الخاص بالمنتخب السعودي ومجموعة المنتخب السعودي اللي الترقب كبير والانتظارات كبيرة والأحلام كبيرة بطبعها هنا في المملكة العربية السعودية. إذا نشاهد التقرير الخاص بالمنتخب السعودي منتخب الخضر والمجموعة الصعبة صح التعبير في مونديال قطر 2022.
جماهير الاخضر لا زالت تمني النفس بتكرار سيناريو ملعب جاينت ستاديوم وروبرت كينيدي وزوز انتصارات اللي مكنت زملاء الدعيع للمرور لصوم النهائي. مونديال قطر باش يشهد المشاركه السادسه المنتخب السعوديه اللي كان ترشح كاول متاهلين العرب بعد تخطيط تصفيات الاسيويه اريحيه حقق فيها 6 انتصارات في اول 7 مباريات بالمرحله الاخرى قبل الخساره قدام اليابان. يخضر الخيال الاخضر يعرف الصدارة ويعرف القمم. الصقور الخضراء باش تقص مشوارها في الحدث الكروي الاعظم بمواجهه الارجنتين يوم 22 نوفمبر، مباراه افتتاحيه صعبه للخضر امام ميسي وزملائه، لكنها تبقى مباراه كره قدم وكل شيء ممكن. في المواجهه الثانيه يواجه منتخب السعوديه نظيره البولندي على ملعب المدينه التعليميه، بل ان يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك يوم 30 نوفمبر على ملعب لوسيل. تشكيلة المنتخب السعودي المشاركة في مونديال قطر تعتمد على لاعبين محليين بشكل كامل، إلا أنها تجمع بين الخبرة والشباب، إذ تضم 11 لاعبي شاركوا مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. الجماهير السعودية تعول كثيرا على خبرة التورنيدو سالم الدوسري في خط الوسط إلى جانب القائد سلمان الفرج، تياغو موتا السعودية كما يحلو المدرب تسميته، وياسر الشهراني في الدفاع وصالح الشهري في الهجوم، وذلك من أجل اقتلاع ورقة العبور للدور الثاني وتكرار أفراح 94. بهدف جميل ما بين هذين المميزين سامي النجيب وهيثم عسيري. دعم جماهير كبير منتظر للأخضر في قطر بحكم القرب الجغرافي، سبق دعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل فيه منتخب بلاده، خطاب قوي من الناحية الاتصالية عرف رواج كبير. اللي بيقولوا لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة، مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز أو تعادل، اللي نبغى منكم أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي وإن شاء الله القادم أفضل. على هرم السلطة في المملكة يرفع الضغط على الصقور وحفزهم لتقديم أفضل ما لديهم. متعوا واستمتعوا وارفعوا فينا الطموح، وارفعوا فينا الطموح، اتعبوا لا تلعبوا، حاربوا بقلب وروح، حاربوا بقلب وروح. أكيد من المملكة العربية السعودية من الدمام بالتحديد، أين يتربص المنتخب التونسي قبل أيام من التحول إلى قطر العاصمة القطرية تحتضن كأس العالم لأول مرة، دولة عربية أكيد تحتضن كأس العالم. نبيل خيرات يلتحق بنا من جديد. نبيل أهلا وسهلا بكم، مرحبا. وأكيد تحدثنا مع الكابتن عيسى الجوكم منذ القليل على مستوى استعدادات المملكة العربية السعودية منتخبا وأعلاما وجماهيرا لهذا الحدث العالمي. أيضا الكابتن يوسف تحدث عن انتظارات الجماهير السعودية والواقعية أيضا، ورشح منتخبي تونس والمغرب باعتبار وجود لاعبين محترفين قادرين أن يرفعوا بالمستوى. على كل حال انتظارات كبيرة لكن الثابت كل هذه تبقى أحلام لازم يعني تتجسم على أرض الميدان بالأقدام. قراءتك لحظوظ المنتخبات العربية نبيل في هذا المونديال؟ عاد كلامك صحيح والكلام الأستاذ يوسف كذلك والأستاذ عيسى فيه منطقي كذلك، ولكن الحقيقة المنتخبات العربية متباينة، حظوظها متباينة. فما منتخبات وضعتها القرعة في مجموعات أفضل من أخرى، وفما منتخبات الحقيقة لم ترحمها القرعة. يعني المنتخب السعودي تلقاه في مجموعة الأرجنتين وبولندا اللي هي منتخبات كبيرة الحقيقة، منتخب الأرجنتيني بأرمادة من اللاعبين المبتزين في العالم، والمنتخب السعودي أنا الحقيقة لحد الآن كنت نحكي مع الأستاذ يوسف الأوف عادل لما كنت أنت مع لاعبي المنتخب الوطني، قلت ما طمنيش المنتخب السعودي. أنا شاهدت مباراته الأخيرة مع بنما اللي كانت في أبو ظبي، تعادل 1-1 المنتخب السعودي، والهدف اللي قبله الحقيقة ما يطمنش أستاذ يوسف، ما يطمنش، لأنه من محور دفاع المنتخب السعودي بتلك الطريقة باش يلعب مع المنتخب الأرجنتيني، ميسي ينجم يخرجك 10 كرات بالشكل هذاك في المباراة. إذا كان ريفيرونار ما يتفطنش لهذا الخلل على مستوى محور الدفاع، نقول لك المهمة ستكون صعبة وصعبة جدا
امام منتخب الارجنتين. يا اخي لخصت الاستعدادات والوضعيه نتاع المنتخب السعودي في اللقطه هذه نبيل؟ لا لا مش اللقطه هذه عاد. الاستعدادات كانت جيده الحقيقه. نعم. لكن نكونوا واقعيين كعرب. نعم. ما نبيعوش الاوهام والاحلام، المنتخب السعودي في مجموعه صعبه. نعم. نتمنى له كل الخير. نعم. بس الاخضر السعودي تعرف تاريخه في كاس العالم، اول منتخب عربي بعد المغرب يمر للدور الثاني. نعم. نذكر منتخب سعيد العويران اللي فاز على بلجيكا وتعادل الدور الثاني، لكن الاستعدادات صحيح موجوده. انا قلت ايرفي رونار يلزم يعرف انه يلعب في مجموعه صعبه ويجهز المنتخب السعودي. نعم سيدي. وعلى كلام قاس على بنما، حاسس انه كلامي عنه اني انا حتى قبل بنما مباراتين سابقات المنتخب غير مقنع في موضوع يعني الاسلوب والطريقه. صح. اللي انا بلعب فيها اللي بنهجها في الغالب لو تسال اي عارف كره القدم يقول المنتخب السعودي المفروض يغلق المساحات الخلفيه، يلعب التحولات على المرتد. صح. على المهاره الفرديه، على التصويب، على وصول الكره الى 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 الثلث الهجومي ويتصرف. لكن انك تفتح ملعب وتبي تلعب بالشكل اللي لعبت فيه اخر شيء قالها السيد نبيل بنما هدف بالشكل هذا تلعب ضد الارجنتين واخر مشاركه لميسي لكاس عالم. نعم. كسن. نعم. انا اعتقد يعني والله اعلم ميسي رونالدو اخر مشاركه. نعم. اليوم لكاس العالم هذا الكلام. فكمل لك عادل في المنتخبات العربيه الاخرى المغرب الحقيقه لانه مدجج بارماده من اللاعبين الكبار المغرب. نعم. المغرب محتك مع الكره. نعم. الاوروبيه والمغرب مقنع في العالم اكثر من افريقيا. نعم. تشوف في امم افريقيا المغرب ما يقدمش مستويات جيده. كاس العالم الاخيره في روسيا قدم اداء كبير ممتاز، كان امام ايران امام اسبانيا وامام البرتغال وكان متوقع انه يمر للدور الثاني. المنتخب التونسي منتخبنا ان شاء الله كذلك يكون مردوده جيد رغم انه المجموعه صعبه وصعبه جدا. تعرف انه فرنسا حامل لقب، الدنمارك كره اسكندنافيه فيكينج مستوى عالي جدا، مستوى بدني رهيب، كره انجليزيه لعب مباشر ومنتخب قوي، منتخب استراليا يبقى منتخب مجهول بالنسبه لنا. نتمنى وانه ما يكونش مفاجاه في البطوله. استاذ عيسى يعني في نهايه الامر كلها تحاليل وكلها قراءات مختلفه، لكن اكيد دائما وابدا لغه الميدان هي اللي بتكون الفيصل بين الجميع. يعني تحكي كما تحب وتنقد كما تحب، لكن الميدان له راي اخر. كيفاش تتوقع المشاركه العربيه من خلال هذا الرباعي؟ شوف اوكي الميدان له لغه اخرى والقتاليه والروح، نعم عوامل مساعده في كره القدم لكن لا تكفي. ولكن لا تكفي. نعم. يعني وليش انا قلت لك قبل انه المنتخب المغربي والمنتخب التونسي، واعطيتك مثال. شوف كرتنا في الخليج خاصه المنتخب السعودي لانه هو يحمل يعني لواء الكره الخليجيه على الاقل في العقدين الماضيين، لابد شوف لابد ان تكون هناك خطوه جريئه لاحتراف اللاعب السعودي او الخليجي في اوروبا. دون هذه الخطوه مهما عملت ومهما كان لديك دوري قوي. طيب لماذا لا يحترف اللاعب السعودي في الخارج؟ لأن هنا يحصل على المال، هنا العروض القوية لديه، ولكن أنت تبني استراتيجية. من احنا نتحدث من عام 1998، أي بعض المشاركة الأولى اللي هي 1994 اللي كانت فيها يعني أقول لك إياها الخطوة السعودية الأمثل والأجمل بالتأهل للدور الثاني. طبيعه اللاعب، شوف في كره القدم في اي منتخب في العالم هناك بعض الفترات تاتي فتره نجوم كبار. نعم. في كل منتخب في كل الدنيا، منتخب 94 كان حتى الاحتياط والذي لم يختار في المنتخب السعودي كان نجم ونجم شباك، ليس فقط نجم، نجم شباك. احنا نقول اليوم كان من المفترض حقيقة أن تكون خطوة الاحتراف الخارجي للاعب السعودي منذ فترة طويلة. اليوم قمنا نفكر في عملية الابتعاث لاعب بعض المواهب. كنت بتكلم عن عندنا تجربة قصيرة جدا غيرت من ملامح اللاعب السعودي أو النجم السعودي. أنت تصور خلال 4 أشهر أو 5 أشهر تغير حال افضل لاعب سعودي يعتبر الان من عبر من 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 ملاحظات او النقاد سالم الدوسري في 5 أشهر إلى 6 أشهر لعب في فياريال. نعم. تغير. نعم. 180 درجه، ما بالك اكثر من لاعب. فالخلاصه مهما قلنا من دعم ومهما قلنا من اثاره في الدوري، اذا لم يكن هناك
لاعب خليجي أو لاعبين سعوديين في الدوريات الأوروبية وتبدأ بهذه الخطوة ستكرر في كل مونديال في كأس العالم. هذا وضعنا، نضع نلعب إلى المشاركة لتقديم المستويات الأفضل. ولكن كما قالك أستاذ نبيل، منتخب المغربي انت عد بالاحصائيات كم لاعب لديه في الانديه الاوروبيه. شو رايك كابتن عيسى ناخذ تقرير على المنتخب المغربي واكيد مجموعه المنتخب المغربي في كاس العالم قطر 2022؟ للمرة السادسة في تاريخه والثاني على التوالي المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. أحد ممثلي العرب في المونديال تعلق عليه آمال كبيرة للظهور بوجه مشرف ولما لا تكرار سيناريو مونديال 86 والوصول للدور الثاني لكأس العالم. مدرب أسود الأطلس وليد الرقراقي أعلن البارح على القائمة الرسمية اللي باش تدخل غمار النسخة 22 للكوب جمهور. ليستا ما عرفتش برشا مفاجآت، لكن في المقابل ضمت عودة المهاجم عبد الرزاق حمد الله بعد غياب طويل، إضافة إلى بدر بنون مدافع الأهلي المصري سابقا قطر القطري حاليا، والأهم عودة نجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش. القائمة غاب عليها إيليا الجزيرة الإماراتي أشرف بن شرقي. قائمة مونديالية بثلاثة حراس، 8 مدافعين، 6 لاعبي وسط ميدان و9 مهاجمين. الجماهير المغربية والعربية تعلق أمال وانتظارات كبيرة على المنتخب المغربي اللي يدخل المونديال في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كرواتيا، كندا وبلجيك، مجموعة حديدية لكن تبقى فيها حظوظ قائمة للترش. الرحلة المونديالية للأسود المغربية تنطلق بمواجهة من العيار الثقيل ضد الكروات وصيف النسخة الماضية، 90 دقيقة حاسمة، دخول الورد كاب من أوسع الأبواب، فبالتوفيق لحظة. قلبنا أخضر، قلبنا أخضر، خالنا أخضر، كلنا الأخضر. دربنا أخضر، قلبنا أخضر، خالنا أخضر، كلنا الأخضر. دربنا اهلا من جديد بمشاهدينا. اكيد نواصل الحديث عن المشاركة العربية في كأس العالم قطر في 2022. لأول مرة دولة عربية تنظم المونديال، اكيد حدث كبير ننتظر ان يكون على اتم الاستعداد على جميع المستويات. مشاركة عربية متميزة وايضا تنظيم متميز يليق بالدول العربية. نرجع مع كابتن عيسى، اكيد
الانتظارات كما قلت كبيرة، لكن اليوم الواقع يختلف من بلد إلى آخر، وكل المنتخبات في بداية السباق تنطلق بنفس الحظوظ. في الاخر اكيد عامل الخبره وعامل الحضور وعامل القيمه الفنيه للاعبين تاع المنتخبات هي باش تكون الفيصل بين هذا المنتخب وذاك بالتاكيد بدون شك حقيقه. ومثل ما قلت يعني هناك فارق في الامكانيات، وعندما نعرض القيمه السوقيه لنجوم المنتخبات يتضح هذا الفارق في الامكانيات، يتضح هذا الفارق في الطموح، يتفق هذا الفارق في 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 في, في المستويات. حنا نتمنى حقيقة المنتخبات العربية المشاركة أداء مشرف، أداء خلينا يصفق له الجميع حتى وإن لم يكن هناك تأهل إلى الدور الثاني، وأضم صوتي إلى صوتك. نتمنى أيضا نجاح هذا المونديال وهذا العرس في بلد عربي لدينا في الخليج دولة قطر. نتمنى أن يحكي كل العالم عن التنظيم وعن النجاح في هذا المونديال. يعطيك الصحة أستاذ عيسى. أستاذ يوسف، حبيت تتفاعل بالنسبة للاعب السعودي بالتحديد عدم خروجه للاحتراف في الخارج، وهو مثل عقبة هامة وأساسية أمام منتخب الخضر للذهاب بعيدا في مثل هكذا مواعيد، خاصة في كأس العالم. صحيح. باعتبار قلة الخبرة وباعتبار النسق، مهما قلنا عن البطولة السعودية وأهميتها وخلينا نقول المستوى متاعها، لكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يضاهي المنتخبات أو المستوى متاع البطولات الأوروبية. صحيح. تكلم الأستاذ عيسى وكنت تحت الهواء أنا والكابتن نبيل نتكلم على موضوع المنتخب التونسي المغربي، عندهم اللاعب المحترفين الخارجيين الآن بيساعدونه في كأس العالم، المنتخب السعودي لا يوجد عنده هذا اللاعب اللي لعب أوروبا، لكن احنا بدينا خطوات جيدة بدعم الحكومة السعودية حق موضوع رياضتنا. عندنا المراكز المناطق الآن استقطاب اللاعبين لتمكينهم وصقلهم ليكونون مواهب ومستقبل ولاعبة واعدة. عندنا الجانب الثاني اللي هو برنامج الابتعاث السعودي، صرف عليه الملايين. نعم. الآن موجود في أسبانيا تحت رعاية وتحت منظومة وتغطية يعني تدريبية وجهاز فني متكامل. نعم. بتوفير جميع السبل لنجاح هذا البرنامج الآن مقام فيه، وأنا وقفت عليه بنفسي، رحت أسبانيا وشفته بعيني. يعني برنامج عندنا برنامج مهد كذلك في البلد، عندنا في السعودية برنامج صقل مواهب، تجميع لاعبين، إرسالهم للأندية، اختياراتهم، تدريبهم. هذه قد تكون الشرارة الأولى بإذن الله لانطلاق اللاعب السعودي من ناديه ليكون زي ما احنا نجيب اللاعب الاجنبي الان. نعم. يلعب عندنا باذن. نعم. الله ان يكون اللاعب السعودي هو قادر انه يلعب في الدوريات الخارجيه ان شاء الله. يعطيك الصحه. يلا نبيل نختم معك الجلسه هذه، جلسه حلوه برشا مع وجوه نيره طبعا. نعم. واستفدنا كثيرا بوجوده. عادل سعدت كثيرا بلقاء الاستاذ يوسف، وطبعا الاستاذ عيسى اللي هو طبعا رم اعلامي كبير في جريده اليوم مدير التحرير، ونحب نقول وأنه المنتخبات العربية إن شاء الله نتمنى لهم كل الخير، لأنه هذوما هم اللي باش يشرفونا. نعم. وباش ينورونا وباش يعيشونا الحلم العربي إن شاء الله. أربع منتخبات بالتمام والكمال اللي في صالحنا يا عادل، وأنه هذه المنتخبات متعودة. نعم. مع هذا المنتخب القطري المنظم. نعم. السادس مرة لتونس والمغرب والسعودية، منتخبات ذات خبرة يعني أصبحت لها الخبرة، كل منتخب والأوبجيكتيف نتاعو، كل منتخب والهدف نتاعو. المغرب عرفت الدور الثاني وكذلك عام 86، والسعودي عام 94، وتونس ان شاء الله تتاهل للدور الثاني وتفرح الشعب التونسي. قطر كذلك عادل نتمنى لها كل الخير. نعم. في التنظيم وكرويا فنيا كذلك، لانه تعرف. نعم. الهجمه الان كذلك على قطر في العالم وفي الاعلام الغربي، هو بلد عربي نتمنى له كل الخير. بالتاكيد. نتمنى له بالتاكيد وانه ينجح في التنظيم وينجح كرويا كذلك حتى يضبط العرب وانهم يحسنون لعب الكره. ثم منتخبات عادل تولد في الدورات الكبرى. صحيح. منتخب اليونان عام 2004، منتخب يوغوسلافيا، منتخب الدنمارك عام 92. نعم. ان شاء الله نتمنى انه يولد منتخب عربي في هذه البطوله ويعيش الحلم باذن الله. يعطيك الصحه نبيل. استاذ عيسى كنا سعداء جدا بوجودك معنا، اكيد نخلي لك كلمه الختام، مصافحه حره تقول فيها ما تشاء. نعم. احنا تشرفنا، وزي ما قلت لك في بدايه اللقاء نتمنى ان تكون الدمام فالخير على التونسيين، ومثل ما قال الاستاذ نبيل ان شاء الله لاول مره يتاهل الى الدور الثاني. اضم صوتي للاستاذ نبيل حقيقه انه هو بلد خليجي منظم
صرف المليارات لنجاح هذا البطولة في العرس العربي، أنا أعتبره يجب أن نقف مع دولة قطر اتجاه كل المحاولات اليائسة حقيقة. نتمنى في الختام أن يكون يعني الصوت العربي داخل المستطيل الأخضر حاضرا ونصفق له، وشكرا لك. الله يخليك يعطيك الصحة، مشكور جدا على الحضور كابتن يوسف الغدير، كابتن منتخب الخضر سابقا، المدرب السابق للمنتخب السعودي. كنت سعيد جدا ايضا بوجودك معنا بهذا بهذه الإضافة وهذا الإثراء للحوار، واكيد تتواصل لقاءات المستقبل في متابعة لكأس العالم. كلمة الختام. الختام اللقاء فيكم وفي قناتكم وابداعكم حقيقة على مستوى الإعلامي او حتى على مستوى المنتخب بإذن الله، اللي بيشرفنا ان شاء الله مع المنتخب السعودي وباقي المنتخبات العربية. ما ودي ينتهي اللقاء هذا حقيقة، لكن أقول لكم شكرا من الأعماق، وبإذن الله أن تكون إن هذه البداية والدمام الانطلاقة لكم كإعلاميين ولنا كفنيين وللمنتخبات حقتنا. نعم. كتشريف لبلدهم. نعم. أو بلدانهم، ونبارك لبعضنا إن شاء الله بحول الله بإذن الله النقطة الأولى والعتبة الأولى اللي هو التأهل إن شاء الله لأحد منتخباتنا أو كلها إن شاء الله إلى الدور الثاني بإذن الله إن شاء الله. يعطيك الصحة ومشكور جدا على الحضور. أيضا حاب نشكر صديق الإعلامي المتميز على الدوام نبيل خيرات اللي جاء خصيصا من الرياض للمشاركة معنا في هذا الحوار وفي هذا النقاش حول الكرة العربية وحظوظ المنتخبات العربية. أكيد إن شاء الله لنا لقاءات أخرى نبيل. إن شاء الله إن شاء الله في كأس العالم عاد إن شاء الله لقاءات بإذن الله. عاد اللي جيت معزه فيك كذلك، لا تنسى هذه حقيقه يا اخوي. معزه في الخيان كذلك السعوديين، والسعوديه ارض الخير والبركه. ان شاء الله يا ربي تكون هذه الارض المباركه مبروكه علينا، لانه منتخبنا سيطير من هنا الى الدوحه. ان شاء الله يا ربي يهز معه كل الخير، ويكون ان شاء الله مشاركه مشرفه، لانه الشعب التونسي ما احوجه الى فرحه في كرة القدم بإذن الله. يعطيكم الصحة ومشكورين جدا على الحضور. أكيد هدية من برنامج المونديال لمنتخب الخضر في هذا التقدير. دربنا أخضر، قلبنا أخضر، خالنا أخضر، كلنا الأخضر، دربنا أخضر، قلبنا أخضر، خالنا أخضر، كلنا الأخضر، دربنا فالعالم تحضر وبعزة بصعره.
حبيبي اهلا وسهلا جماعة. يقول انت على الهواء واحنا مركزين في الضيوف. اكيد سعداء بالتواصل معكم. نحيي مشاهدينا اينما كانوا مره اخرى من هنا من المملكه العربيه السعوديه وبتحديد من الدمام اين يخوض المنتخب الوطني التونسي اخر استعداداته قبل شد رحاله للدوحه العاصمه القطريه لخوض سادس كاس عالم في تاريخ الكره التونسيه. عيسى العدوي سعيد بوجوده معنا. جاء توا مازالك وصل اكيد ماناش باش ناخذوه برشا باش يحكي لنا شويه على الامبيونس في ليكيب ناسيونال. مرحبا بك عيسى. اهلا وسهلا بك. مرحبا. ouais très bien c'est toujours un grand plaisir de venir représenter le pays d'autant plus que l'ambiance la coupe du monde d'autant plus que ouais l'ambiance est vraiment incroyable et puis pour le plus grand rendez-vous au monde pour un footballeur. Le rêve de tout footballeur tout simplement donc ouais, très très heureux et excité à l'idée de commencer. طبعا عيسى يقول اللي هو فرحان برشا باش يكون موجود في اكبر تظاهرة عالمية. حلم كبير، حلم اي لاعب يحلم باش يكون موجود في كاس العالم. اصرين على انه ناخذوه كسبق يعني مازال كوصل للتو الى المملكة العربية السعودية. ميرسي انفينيمون اي بون كوراج بور نوتر كيب ناسيونال. ميرسي عيسى. معنا ايضا الدكتور سهيل الشملي. اهلا وسهلا بك دكتور ومرحبا. اهلا بك. وقت نتحدث على الامور الفنيه ونتحدث على الامور البدنيه لابد ان نتحدث على الامور الطبيه وما ادراك يعني من السعدات لهذا الكاس لهذه الكاس كاس العالم والجوانب الكل لابد ان يكون المنتخب مستعد لها خاصه الجانب الطبي على اهميته. ايضا يحضر معنا الاستاذ الجامعي في طب القلب ورئيس قلب الشرايين بالمستشفى الجامعي بسوسه الدكتور عبد الله المحضاوي. اهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا. ايضا سعيد بوجود الدكتور المتميز على الدوام منتصر المولي اخصائي في الاشعه. يقول القائل طبيب قلب وطبيب اخصائي في الاشعه شو يعمل في الاكيب ناسيونال قبل المونديال؟ يلا دكتور شملي انت باعتبارك الخبير والقيدوم في المجموعه حطنا في الاطار الاستعدادات الطبيه للاعبين، الحاله الصحيه للاعبين، الوضعيه الصحيه لعناصرنا الوطنيه، وشنو علاش الصف هذا كله اللي ماشي لكاس العالم؟ والصف هذا الكل ديما موجود في التظاهرات الكبيره. نعم. مش أول مرة اللي احنا معناها باش نتنقلوا بستاف معناها إلرجي، وتعرف اللي الفترة الأخيرة اللي صارت عندنا خاصة فترة كورونا، دونك كان عندنا شوية قلق بالنسبة للاعبين من ناحية القلب وتعرف اللي كارديوباتي اللي ممكن تكون سبب من الأسباب تخلي اللاعب يكون خاف. نعم. دونك بور أون سيكوريتي بور أون بريفونسيون دكتور عبد الله بحذاوي معناها ثاني مرة يجي معنا معناها وشاركنا في كأس أفريقيا الأخرانية في الكاميرون. فهمتني ولا وسي عبد الله معناها انت ضربت بالكورونا وقت ما مشيتش انا بيدي خديت كورونا وكان هو عوضني على الميدان وكان وجه خير ومعناها وربحنا كل ماتش الباهي ماتش نيجيريا. دونك نقول واربع حراس مرمى ربما تقع اصابات ربما كذا لكن ثلاثه طب زاده جديده. اما ما زلت كورونا موجوده معناها كل شيء جاهز. اوكي فهمتني احنا نحبوا الملاعبين نتاعنا يبداوا اون سيكوريتي وتنقل الدكتور بادواته الكل بالزاد نتاعو بليكوغرافي بلولتير ليزولتير تونسيونيل وريتميك فهمتني للمتابعه دقيقه للاعبين. هذا ما يمنعش اللي احنا زاد ماك تعرف اللي توا معناها الطب عنده قيمه كبيره ياسر في المتابعه الحينيه اثناء تمارين اللاعبين وخاصه زاد معناها تحضير اللاعبين نتاعنا في المباريات الكبيره في تحضير سكون ابيل لا كارديولوجي دو سبور. فهمتني يلزم معناها اللاعب نتاعنا يكون جاهز تماما من جميع النواحي من الناحيه الصحيه من الناحيه القلبيه ومن الناحيه البدنيه الجاهزيه نتاعو تكون كامله ومن الناحيه النفسيه. وتنقل معنا الدكتور منتصر المولي مستانس يتنقل معنا ومتنقل معنا قبل في المتظاهرات الكبيره اللي هو اخصائي اشعه والاشعه مهم جدا ان يكون معك معناها الدكتور في الاشعه كما قلت انت معناها دكتور كبير في الاشعه باش ينجم معناها يقع الكشف على الاصابات وخاصه الاصابات في الحين يعني في الحين عندنا لاباري ديكوغرافي نتاعنا على الميدان خارج الميدان في الغرفه نتاع معناها في الفيستير ما يسحقش اللاعب دونك يتنقل لاي مركز طبي ولا مستشفى باش يعمل الفحوصات والاشعه مهم جدا هذا كله مهم جدا يكون معنا طبيب اشعه وخاصه حتى كي يتنقلوا بعض ساعات باش نعملوا صور رنين مغناطيسي او صور معناها فما امكانيه انك ما تاخوش الرابور معناها ايميديتمون معناها الدكتور هو بده يقرا لنا رابور وعندنا معناها انستونتاني لا ريبونس للاصابات اللي عندنا.
هذا يسهل لنا العمل نتاعنا، العمل نتاعها كطاقم طبي، وسهل زاد العمل نتاع الاطار الفني، معناها لا قدر الله في اصابات كبيره ولا حاجه في التغييرات. مهم جدا على فكره في كاس العالم هذه وفي كاس العالم اللي فاتت في متابعه حينيه من الاطباء لطريقه الاصابات اللي تقع على الميدان. نعم. معناها مهم جدا انك تعرف شنو طريقه الاصابه، تعرف اللي القلب هو عنده زاد قيمه كبيره ياسر. نعم. كيف معناها الفيفا تاكد وتعاود على وجود دكاتره قلب، وصار كم من مره معناها ماك تعرف هذا، واخر مره صارت حكايه معناها فيما يخص لاعبين يصير معناها سكته قلبيه داخل الميدان، والحمد لله رب العالمين الطاقم نتاعي كله متحضر للاشياء هذيا، وبقدره ربي سيكوريتي الملاعبيه نتاعنا، بريفونسيون الملاعبيه نتاعنا، الملاعبيه نتاعنا بينهم تعودوا على البرنامج هذايا، تعودوا على وجود الاطباء معنا، تعودوا على الطاقم الموسع احنا نقولوا في بنولا، والخدمات اللي قدمها الطاقم الموسع خاصه في الدورات الكبار كيما دوره كاس العالم. دكتور عبد الله، اكيد حكينا على الستاف ميديكال، واكيد زاد اذا فماش لحمه فماش تجانس فماش تعاون ما نجموش نحققوا اي نجاح في اي ميدان كان، وخاصه في علاقه بصحه اللاعبين. اكيد. القلب مريقل نتاع الملاعبيه، قلوبهم باهيه، معناها حاضرين، ما فماش مشاكل ربما، ما فماش فما على مستوى النسق، فما شكون لاعب برشا مقابلات، فما شكون لاعب اقل مقابلات، مع علاقه الاصابات يعني بالحضور البدني والحضور الصحي، يعني خاصه شفنا برشا منتخبات فيها برشا لاعبين تصابوا وباش يكونوا مقسمين كاس العالم، فاش حجزتوا انفسكم لمتابعه اللاعبين بدقه قبل كاس العالم؟ احنا عندنا الوسائل بالنسبه للقلب، أنا نقوم بفحوصات أولية هي خاصة للتقصي والوقاية كما قال السيد الدكتور سهيل، الوقاية أهم شيء، والمتابعة، وكذلك جاهزية القلب للمجهود اللي باش يقوم به اللاعب على الميدان في حصص التمرين ولا في وقت اللي تكون تما بطبيعة وقت المقابلة، حتى نتجنبوا بطبيعة المشاكل اللي تنجم تقع. اما في الوقت الحاضر حسب البدايه معنا فحوصات الكل على احسن ما يرام. دكتور منتصر، حكينا على الاستعدادات الفنيه والتكتيكيه والذهنيه والبدنيه، لكن انتم زاد تحضروا وتجهزوا كل شيء لتفادي اي مفاجاه غير ساره. بالطبع كل انسان اللي يجي ساعه قبل اول حاجه ماذا بيا ساعه نشكر البلاد هذه. خاطر انا اول مره نجي للسعوديه وحقيقه حاجه ما كنتش نتصورها. ثاني حاجه الاختصاص نتاعي انا هي طب الاشعه، هي عند احنا متحضرين له ونعرفوه، والاصابات العضليه موجوده برشا في عند الملاعبيه، ونكون احنا ديما حاضرين. المهمه نتاعنا احنا باش الملاعبي يكون مرتاح، تجيب ثم الإصابة يكون مرتاح، يكون يلقى الناس اللي دايره به اللي تهنيه في كل وقت، وتعطيه الإمكانية باش يلعب في أحسن الظروف. الآلات اللي جبناهم هي من أحسن ما ثم موجودين توا، أخذناهم من طراز عالي موجودين، والملاعبية اللي عندنا مرتاحين. هذه أهم حاجة. أهم مرتاحين. هذه أهم حاجة. مع العلم اللي في خدمتي أنا مش كيما الإخوان، ماذا بيهم ما يستعملونيش. إن شاء الله ما يستعملونيش. ماذا بيهم ما يستعملونيش. إن شاء الله ما نحتاجوكش. نبدأ عندي الآليات نتاعي وقاعد نستنى، ماذا بيهم ما يستعملونيش. إن شاء الله ما يستعملوك. دكتور سهيل الشامي، نخليك كلمة في الختام طبعًا، شو تنجم تطمن التوانسة على المستوى الصحي، على المستوى البدني بالنسبة للاعبين؟ والله الحمد لله لحد توا معنا اللاعبين نتاعنا مازالوا فانا لاعبين يلعبوا. غدوة مباريات فهمتني ولا، وبعد غدوة في مباريات أخرين، إن شاء الله يكملوا المباريات نتاعهم في صحة جيدة ويلتحقوا بالمنتخب، وإحنا حاشنا بهم الكل، واللاعبين نتاعنا كما قال عيسى العيدوني المشاركة في تظاهرة كبيرة كما كأس العالم، ثم التواجد مع أصدقائهم يعاونوا بعضهم، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين، وإن شاء الله نعطيو كأس عالم على أعلى طراز بدون إصابات في فورما، وربي معنا إن شاء الله. إحنا حاطين برنامج باش نتعداو للدور الثاني، وان شاء الله ربي يوفقنا، وما نجمو نتعداو هذا الا معناه ما يكونوا اللاعبين نتاعنا في احسن جاهزين على جميع المستويات. جاهزين على جميع المستويات. يعطيك الصحة دكتور سهيل الشملي، نورتنا بالحضور، ايضا شكر موصول دكتور عبد الله المحضاوي، وان شاء الله تكونوا موافقين
في المهمة بتاعكم، وأيضا بالنسبة للدكتور منتصر المولي منورينا، وإن شاء الله ديما كفاءاتنا الطبية أيضا منورتنا في الخليج، عندنا برشا أطباء تحية لهم. نحب قبل ما نختم نتوجه مرة أخرى بالتحية لوزارة الخارجية السعودية وأيضا وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين بتونس الأستاذ عبد العزيز الصقر، هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، طبعا الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، على كل هذه التسهيلات، على كل هذه الإمكانيات التي سخرت لتأمين هذا البث المباشر من هنا من الدمام من المملكة العربية السعودية. وأخص بالذكر أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية القطاع الشرقي بالهيئة ممثلة في الأستاذ مهدي المزارقة على ما قدمه مع بقية أعوان وإطارات المؤسسة من مجهودات وإمكانيات لتسهيل مهمة برنامج المونديال على قناة التاسعة. أيضا فندق كامبانسكي بأخص لنا هذا الفضاء، الصديق منصف الدريدي على كل ما قدمه من مساعدة لتأمين هذا البث. مشاهدينا الكرام، حابين نحطوكم في صورة آخر التطورات والأحداث الخاصة بالمنتخب التونسي. ما ننساش أيضا ما بشكر الجامعة التونسية كنت خدم على رحابة صدرها أنه طلبنا منها رسميا أنه نكون موجودين لأخذ بعض التصريحات استعدادا للمونديال، كيف هي الأجواء، كيف هي الاستعدادات وظروف الإقامة، وأيضا للإشادة بالدعوة اللي قدمتها المملكة العربية السعودية لمنتخب تونس للحضور هنا والانطلاق من هنا في اتجاه الدوحة لتقديم طبعا إن شاء الله كأس عالمية متميزة ومختلفة عن سابقاتها. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، نلقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين من تونس العاصمة من خلال برنامج 9 سبور. إلى اللقاء وتصبحون على محبة.